بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة ثالثة، يلا بينا اليوم الثامن يا جماعة، اليوم الثامن دي 8، بداية عندك من صف 16 مذكرتك والأسئلة اللي حضرتك سألت فيها. السؤال رقم واحد بيقول: My uncle is very and he spends a particularly large amount of money at holiday time. طبعا عمي شخص إيه جدا وبيصرف أموال كثيرة جدا في وقت الأجازة، شخصية extravagant رقم بي. extravagant يعني مسرف أو مبذر. نفس الصفحة الجملة رقم 7، جملة كتاب المدرسة بتاعتك بتقول: archaeologists، طبعا علماء الآثار، archaeologists found a beautiful old statue، وجدوا تمثال قديم جدا اللي ايه طبعا to a museum، لمتحف in Cairo next week. طبعا الايه البتاع ده سوف يؤخذ لمتحف في القاهرة الأسبوع القادم. تبع عندك will be taken رقم دي، سوف ينقل للمتحف الأسبوع القادم. الجملة عندك مستقبل، الجملة عندك مستقبل طبعا. تبع عندك هنا will be taken آخر اختيار. الجملة رقم 10، a job on website looks، وظيفة على الويب سايت looks very interesting، طبعا شكلها ممتع جدا. You should apply for it، اتقدم ليها. apply for a job، اتقدم لوظيفة. قمنا عندك رقم 11، if you want the job، عجبك الوظيفة دي، you need to send your curriculum vitae. كلمة يا جماعة curriculum vitae احنا نسميناها CV بتاعك، طبعا السيرة الذاتية. قمنا رقم 12، the novelist، الروائي، an award، جائزة، for his last collection of short stories a week ago. كلام عندك في الماضي، وطبعا الرجل ده قدم له او عرض عليه طبعا جايزة عشان خاطر كذا. يبقى عندك was awarded، طبعا was offered رقم دي، قدم له كذا. جملة رقم 14، my assistant my instruction، وكتب عندك طبعا الاسيستنت التعليمات بتاعتي، he did the opposite، عمل العكس. طبعا كده اكيد هو ما فهمش الكلام، لو كان فهم كان نفذ الكلام. طبعا تبقى عندك can't have understood رقم بي. 15، most of the plays، احنا قلنا جماعة كذا مرة فيش فعلين لفاعل واحد من غير ما تربط، فيش فعلين لفاعل واحد من غير ما تربط. الجملة عندك رقم 15، لما تمشي في الجملة هتلاقي عندك مكتوب were translated into different languages. يبقى هنا كلمة written رقم C أصلها which were written، ما ينفعش تختار أول اختيار which written، لأن ما أصلها كلمة were، فوت كان يقولها which were written. ما ينفعش رقم B were written، أصلها كلمة which، خدت بالك. الجملة عندك رقم 16، the patient refused to be treated، العيان رفض ان هو يتم علاجه by a doctor، طبعا من طبيب ايه، طبعا رفض يتعالج من طبيب تحت التمرين، طبيب متدرب. يبقى عندك intern رقم A، متدرب لسه بيتدرب. الجملة رقم 19، نفس الصفحة، this program affords young people the chance to gain the work. الجملة طبعا هنا البرنامج مفروض offer على فكرة، يقدم للشباب الفرصة انهم طبعا يحصلوا على ايه بتاعت العمل، they need to be employable عشان خاطر يصبحوا طبعا صالحين للتوظيف او للعمل. يبقى عندنا experience رقم B، خبرة العمل، work experience، خبرة في العمل. الجملة رقم 20، which of the following people is most likely to intern. السؤال معناه مين في الناس اللي جايين دول من المحتمل ان هو ينفع يبقى متدرب، يعني معنى صح محتاج لسه تدريب مش هيشتغل على طول. طبعا عندك هنا تبقى رقم A اللي هو someone without experience in a field، شخص طبعا من غير خبرة، ما عندوش خبرة، محتاج يتدرب طبعا، محتاج internship. يبقى عندك رقم A الصح بتاعنا. جملة رقم 21، my uncle is currently معناها حاليا، معناها حالا في الفترة الحالية، طبعا working as a bus driver، شغال سواق اتوبيس. طبعا the opposite of currently، بيسألك ايه عكس كلمة currently، حاليا، حاليا عكس طبعا سابقا. يبقى عندك formerly رقم A، formerly معناها سابقا. جملة رقم 23، ديل، الشركة بتاع ديل بتاعت الكمبيوتر طبعا صدق عارفها، is a company، شركة مالها، that has offices and factories طبعا in many countries، الشركة دي ليها مكاتب وليها كمان مصانع في دول كتيرة. يبقى طبعا الشركة سعادتك دي مالتي ناشونال، متعددة الجنسيات طبعا رقم C. صف 17، جملة رقم 24، her disability changed her، طبعا الإعاقة بتاعتها غيرت her course of life، غيرت مسار حياتها، from a successful athlete to a writer، من رياضية طبعا ايه ناجحة الى كاتبة. جملة رقم 26، she carried out her duties، carry out معنى ينفذ طبعا، 26، نفذت واجباتها very efficiently، بكفاءة. جملة رقم 29، I'm afraid، طبعا انا اسف، you've based your answer، سعادتك
assist او account اللي جاية بتاعتك يبقى on عندك رقم A on faulty information على معلومات خاطئة عندك ثانية كلمة base حرف الجر بتاعها on رقم A. جملة رقم 30 during the conference أثناء المؤتمر دكتور فاروق was awarded in an طبعا منح an international prize جائزة for excellence عشان خاطر الامتياز in scientific research في البحث العلمي. كلمة يكافئ من أجل حاجة عندك نوع حرف الجر بتاعها يبقى فور عندك طبعا اللي هي اخترناها. جملة رقم 31 doing gives you an excellent chance to gain work experience انك تعمل ايه؟ تديلك فرصة ممتازة انك تحصل على خبرة في العمل اكيد طبعا انك تعمل نوع من التدريب طبعا internship عندك رقم دي 33 بقول لك طبعا don't be so ما تبقاش ايه قوي spend your money more sensibly اصرف فلوسك بحكمة بعقل اكتر يبقى عندك كلمة extravagant رقم دي زي ما قلنا معنى مسرف او مبذر 34 هنا عن طبعا there was a fight at the park كان في معركة في الحديقة fortunately الحصن الحظ طبعا nobody hurt ما حدش طبعا نصيب nobody فعلها مفرد nobody فعلها مفرد يبقى كلمة was لو كانت موجودة ما جابهاش طبعا عندك كلمة got طبعا got hurt معنى was hurt أصيب. جملة رقم 35 مين في دول should not be included مين في دول يا جماعة ما يتحطش واخد بالك انت in a CV يعني هنقرأ واحدة واحدة اول واحدة why are you applying for the position انت ليه متقدم للوظيفة دي ده هكتبه طبعا ليه انا شايف نفسي في الوظيفة your skills مهاراتك qualifications مؤهلاتك and experience طبعا ده هيتكتب اكيد في CV بتاعك الاخيرة your interest اهتماماتك or knowledge about the organization او معرفتك عن المنظمة ماشي لكن رقم C details of problems you had with your employers in the past يعني تفاصيل مشاكلك مع اصحاب العمل اللي شغلوا قبل كده اكيد لا دي ما تكتبش في الايه في السي في بتاعك رقم C طبعا الاجابه الصح 36 بيقول لك مين في دول طبعا جمله سليمه دول عندك طبعا غلط اول واحده غلط لانه كاتب فيها the smartphone was bought with my mother طبعا with لا فوت باي my mother فطبعا دي غلط قول ما عندك رقم B these rare plants need to be looked after دي صح النباتات النادره دي محتاجه يتم الاعتناء بيها جمله رقم C that the exam will be difficult is expected طبعا الجمله طبعا كده مش مظبوطه خالص طبعا الجمله عندك رقم D this dish is tasted taste لما يكون معناها يبدو الطعم بتاعه طب ما تجيش في الباسيف اساسا يعني افعل معناها يبدو ما تجيش معاك باسيف يعني لو جاي معنى يتذوق كنا عملناها باسيف على فكره تعالى عندك رقم B الاجابه بتاعتنا رقم 37 بيسالك برضو مين في دول معمول علاماتها صح الجمله يا جماعه لما بتبدا باي ان جي الجمله لما تبدا باي ان جي احنا بعدها وقبل الفاعل بنحط كوم احنا قلنا الجمله تبدا بهافينج وتصريف ثالث او بين وتصريف ثالث طبعا هافينج بين وتصريف ثالث الجمله تبدا بتصريف ثالث الجمله تبدا باي ان جي الجمله تبدا بتو المصدر قبل الفاعل قبل السبجكت تحط كوم طبعا فالاولى هو حط الكوم عندها طبعا بس حط كوم بعد جامبنج لا فدي يحطها قبل كلمه ذا او حطها مرتين فطبعا جامبنج اب اند داون يبقى ذا ليتل بوي واحده بس تحط جمله رقم بي حط برده كوم بعد كلمه جامبنج جمله رقم سي حطها بعد كلمة little boy ما ينفعش حتى الرقم دي الصح بتاعنا jumping up and down يعني هو طبعا بيتنطط رايح جاي كده الولد طبعا كان فرحان جدا فعندك رقم دي هي الصح بتاعنا جمله رقم 38 بيقول لك a summary of a person's education experience and qualifications ملخص تعليمك خبرتك مؤهلاتك طبعا دي ما تسمى curriculum vitae طبعا سألتك رقم A زي ما احنا قلنا طبعا ايه بقى اللي هو السيرة الذاتية ما ينفعش اوتوبايوغرافي يا جماعة اوتوبايوغرافي دي قصة حياتك اوتوبايوغرافي السيرة الذاتية للشخص انا كاتب حياتي اتولدت وعشت وتعلمت و الى اخره في قصة زي كده زي الايام كده بتاع حسين دي اوتوبايوغرافي فهمتني بقى عندك بقى كده في رقم 39 بيقول لك a job which is وظيفة lasts بتستمر تدوم only for a short period of time بس لوقت قليل من الايه في فتره قليله من الزمن طبعا هسميها عاد بارت تايم وظيفه لبعض الوقت فول تايم وظيفه وقتها كامل انت عارف الجمله رقم 41 this colossal معناها ضخم كبير جدا فهو بيسالك طبعا سينونيم مرادف كلمه colossal طبعا ايه يبقى عندك كلمه لارج رقم بي 42 she was charged اتهمت with killing her husband بيسالك كلمه charged معناها ايه نقولنا charge with بتساوي accuse of يتهم بي عندنا كلمة accused رقم دي جمع 44 the boss is putting me in any charge of معناها مسؤول عن عندنا في رقم 44 is in charge of معناها مسؤول عن كذا
جملة رقم 45 مستر علي is every kind employer. employee معناه يوظف أو يشغل، يبقى employer صاحب العمل الموظف سواء كان شخص أو كان مؤسسة. employee بقى ده الموظف اللي شغال عند حد. فالجملة عند مستر علي إيه طبعا، والناس كلها بتحب تشتغل لحسابه طبعا ساعتها ده راجل صاحب عمل محترم. عندك employer رقم C طبعا صفحة 18. الجملة رقم 47 the boss promised الوزير الرئيس بتاع العمل وعد to take the needed انه يتخذ طبعا الاجراءات المطلوبة to solve the problem. عندك كلمة measures رقم C بمعنى اجراءات. الجملة رقم 48 the trip was cancelled الرحلة اتلغت through بسبب طبعا ايه بقى نقص الاهتمام، ما حدش كان له رغبة انه يطلع الرحلة، يبقى عندك كلمة lack رقم C طبعا بمعنى نقص او انعدام يعني. جملة رقم 50 education should be to the child's needs التعليم لازم يكون ايه لاحتياجات الطفل، لازم يكون وثيق الصلة، يكون مرتبط يكون متصل بتعليم الطفل، يبقى عندك كلمة باحتياجاته يبقى عندك relevant رقم دي متصل او مناسب او على صلة. في رقم 54 nobody believes محدش بيصدق in the myth طبعا في الخرافة about human beings ان البشر ساعتك becoming immortals بيتحولوا ان هم يبقوا خالدين مش بيموتوا على بعضها. human beings الكائنات الايه البشريه او البشر يعني. في رقم 55 I hope everyone will طبعا بتمنى الناس كلها سوف تشارك in this discussion في المناقشه participate يشارك بسوف تيك بارت ان يشارك في حاجه. جم معانا في رقم 56 she is طبعا in both Arabic and English طبعا هي ايه في العربي وفي الانجليش هي فصيحة لسان، اللسان طبعا fluent. عندك رقم ايه fluent in فصيح اللسان او طلق اللسان في حاجة fluent in كذا. 59 I professor احمد حد ما عندك كلمة contacted رقم سي اتصلت بي communicated محتاجة كلمة with لو انت قلت ايه اتصلت بي هتبقى I communicated with him لان طبعا contacted من غير عندك ايه بقى حرف جر معاه. جملة رقم 61 My sister has enrolled on enroll on يسجل اسمه أو طبعا يسجل في كورس يعني طبعا the faculty of commerce في طبعا التجارة to study economics عشان خاطر تدرس ما يسمى بعلم الاقتصاد economics علم الاقتصاد عشان طبعا ايه عشان كده هي داخل التجارة. جملة رقم 62 only goals فقط الأهداف ايه only goals can be reached easily ممكن توصل لها بسهولة طبعا اهداف اللي يمكن تحقيقها achievable صفة معنى يمكن التحقيق له. اتفقنا معاك قبل كده كنا قلنا انك لما تحط للفيرب كلمة able معناه يمكن يحصل له كذا. بمعنى رقم 66 دكتور عائشة عبد الرحمن الله يرحمها was her degree درجتها العلمية in 1939. جمعة انت بقى كلمة awarded رقم ايه ما ينفعش كلمة got ما ينفعش كلمة got عشان كانت كلمة was ما جود ما جيش بس بي. لما عايز تقول كلمة got شيل كلمة was يبقى هتقول يا دكتور عائشة عبد الرحمن got her degree got her degree خدت الديجري بتاعتها سنة كذا يما طبعا منحت وطبعا دي حاجة رسمية ان award حاجة رسمية حاجة عليها امضة وختم زي ما قلنا لك اما reward دي مكافأة حاجة ودية طبعا ما تنفعش. قلنا عندك رقم 67 جورناليست الصحفيين طبعا نيوز ستورز الاخبار يبقى كلمه كفر سبحان الله رب العالمين اللغات كلها شبه بعضها كلمه كفر عندنا معناها يغطي معناها يغطي عن نفسه بحاجه تمشي معنى يغطي الاحداث برضو عندنا في اللغه العربيه وكفر عندك هنا برضو جاي معنى يغطي الاخبار. جمله رقم 69 بيسالك طبعا مين فتقول صح الصفه قبل منها حال الصفه حط قبل منها حال اول واحده غلط اول جمله عندك غلط وات يو ار المفروض طبعا هنعمل سؤال يبقى ار يو مش يو ار. الجمله عندك في رقم سي غلط انه كتب particular interested فدي خلاها particularly interested. جمله رقم دي غلط انه كتبها interest مش interested فانت رقم بي صح وات ار يو particularly interested in رقم بي صح تاني. جمله رقم 70 عندك هنا اي دو ورك انا بالفعل شغال طبعا ان clothes shop clothes shop محل ملابس مفرد الكلام مش على كلمة clothes اللي عندك لا كلام على كلمة shop عندك كلمة A رقم 6 طبعا اسم نكرة بيتذكر أول مرة. جم عندك في رقم 71 students can choices about the type of internships they apply for عندك طبعا كلمة choice فعلها make كلمة choice فعلها make مش do تبقى عندك make رقم B وchoices طبعا ده noun النوع محتاج قبل منه adjective عندك يبقى كلمة good رقم B. جم رقم 72 دي جملة مهمة جدا احنا كنا هنا في الحصة طلعنا معك من التكست واحنا بنقرا معك بيقول find an internship دور او حاول انك تجد تلاقي تدريب which is a good fit for a good fit for بمعنى
مناسب كويس ل your skills and interests. ماشي، عن رقم ايه؟ جمع رقم 73 بقى، ولو طبعا هنا you need to find a company، محتاج تجد شركة or organization او منظمة that is right for you. right for بمعنى مناسب، right for بمعنى مناسب ليك. خلي بالك دي الجول معنا في رقم 73. 74 I've just finished at new secondary school، لسه مخلص مدرسة ثانوية. and I got top marks، طبعا جبت درجات عالية. ما ينفعش كلمة degrees رقم بيه، احنا اتفقنا كلمة degree دي الشهادة بتاعت الجامعة، ما يسمى الدرجة العلمية. ماشي، عندك marks رقم ايه؟ 75 عندك طبعا your goals should be both، اهدافك اللي انت عايز تسعى لها لازم تكون challenging، حاجة صعبة فيها نوع من التحدي، وفي نفس الوقت تبقى achievable، يمكن توصل لها، مش حاجة مستحيلة. رقم دي طبعا achievable، قابل للتحقيق. 6 عندك 70 he was with carrying an unlicensed weapon، هو ايه؟ بانه كان بيحمل سلاح مش مترخص. الراجل ده اتهم. عندك charged رقم بي، هتقولي accused، بس accused of، لكن charged with. رقم 78 unlike negative news، على عكس، unlike يعني مش زي، على عكس الاخبار طبعا السيئة طبعا او السلبية. inspirational stories، طبعا الاخبار سعادتك الملهمة طبعا مالها بقى motivates، بتشجع بتحفز طبعا people. رقم 79 it was very hard، طبعا كان صعب جدا to carve، ان احنا ننحت such a statue، تمثال طبعا with primitive tools، بأدوات طبعا بدائية. طبعا عندك closer رقم بي، ما ينفعش giant، هو مش تمثال عملاق، انا طبعا تمثال ماله ضخم او كبير، عملاق طبعا دي يعني قوي جدا في المعنى. عندك في رقم 80 the drug has not yet been tested، الدواء ده هذا العقار طبعا لسه حتى الان لم يختبر على البشر. انت رقم سي human beings، رقم سي طبعا البشر. جم رقم 81 the plane lost، الطياره طبعا فقدت ايه؟ with the control tower، مع برج طبعا المتحكم. shortly after take off، بسرعه او حالا بعد الاقلاع بتاعها. يبقى عندك lose contact with، lose contact with يفقد اتصال مع حد. جم رقم 82 كلمة internship اللي عندك في عليها do، internship طبعا في عليها عندك هنا كلمة I did my internship at local university، عندك طبعا في رقم دي عندك. جم رقم 84 علي with a first class honor degree، مع درجة او ما زي ما سمع عندنا احنا مرتبة الشرف الاولى in physics، في الفيزياء. يبقى عندك طبعا كلمة graduated رقم C، تخرج ومعاه كذا، عندك طبعا كلمة graduated تخرج رقم C. 85 she صايد اتنهيدت thinking about the work she had to do، بتفكر في كل العمل اللي هي لازم تعمله. جم رقم 86 they held، هم عقدوا عملوا a military funeral، جنازة عسكرية for the soldiers، العساكر طبعا هو المارترد اللي استشهدوا in صيناء، عندك كلمة funeral رقم دي بمعنى جنازة. نفس الصفحة عندك 19 أسئلة لونج مان يونت 8، جمع رقم واحد بيقول فيها my long term goal، هدفي طويل المدى is to have a successful as a project manager، ان يبقى عندي طبعا يبقى عندي حياة مهنية ناجحة كطبعا مدير مشروعات ناجح، عندك كلمة طبعا career رقم دي حياة مهنية او وظيفة او مهنة. ما ينفعش طبعا كلمة work، انت عارف work كلمة لا تعد uncount، ما تخدش معاك كلمة ايه. جمع رقم 2 بيقول I need، انا محتاج a job، وظيفة for 3 months، لثلاث شهور بس. طبعا الوظيفة عندك كده بكلمة short time رقم ايه، لانها مش وظيفة دايما، ثلاث شهور بس ايه في الصيف to increase، مثلا يعني to increase my income، هزود بيها الدخل بتاعي. جمع رقم 3 عندك I'm looking for، بيبحث عن، طبعا look for يبحث عن حاجة. جمع رقم 4 there are 20 for the same job، في عندنا 20 ايه طبعا ايه للوظيفة، عندنا 20 مرشح او متقدم، عندك كلمة candidates رقم دي مترشح او مقدم، متقدم وظيفة. جمع رقم 5 I worked for a closed factory، اشتغلت طبعا في مصنع for 2 months as a kind of internship، كان طبعا من التدريب، عندك اول اختيار internship طبعا تدريب. جمع رقم 6 رامي بيسأل بيقول is it a job for some time daily، هل دي وظيفة لبعض الوقت يومين؟ قالوا لا خالص، دي وظيفة ساعات طبعا اكيد طبعا full time رقم بي وقتها كاملة. جمع رقم 7 I am a hard working motivated and organized individual، بيقول عن نفسه طبعا انا شخص organized متنظم، هارد ورك جد في عمله، وكمان motivated مدفوع متحمس بمعنى صح، انت رقم سي. جم رقم 8 I've all، انا عندي انا ايه طبعا all the necessary information،
كل المعلومات طبعا بيقول لك الضرورية. يبقى انا كده ضميت او ضفت طبعا كل المعلومات المطلوبة عندك included رقم ايه يضم او يضيف. جملة رقم 8 عندك هنا بيقول I'm able to build websites perfectly. طبعا انا بعرف اعمل اصمم او انشئ مواقع طبعا على النت بكفاءة. بس طبعا كلمة build هنا جاي بمعنى create طبعا الرقم دي ينشئ او يوجد ساعتك حاجة. صفحة 20 الجملة رقم 10 I have طبعا I have got a 3 advanced level مستوى طبعا متقدم طبعا qualification خدت مؤهلات مستوى متقدم at grade A طبعا in business studies في دراسات الـ A البيزنس. I'm going to do هنا انا من شوية كلمة internship عندها فعلها do عندك رقم C. الجملة رقم 13 you should base on a base معنى ساعتك لازم تبني your طبعا internship on something you really enjoy. بيس يا اخواننا معنى يبني او يأسس او يضع او يقيم طبعا. في رقم 14 the statue of Ramses II التمثال بتاع رمسيس او بتاع رمسيس الثاني is a close is طبعا closer بيسألك هنا كلمة closer عكس بيسألك طبعا عكس opposite طبعا كلمة ايه طبعا كلمة tiny رقم دي tiny معناها صغير جدا small ما ينفعش طبعا عندك كلمة ايه tiny عندك اخر يعني ضخم عكس حاجة صغيرة او عندك كلمة who is في رقم 16 safety measures اجراءات الامنية inside the factory must be taken seriously لابد طبعا انها تتخذ بايه بجد عندك measures رقم ايه بمعنى اجراءات. رقم 20 طبعا during their father's funeral اثناء طبعا جنازة والدهم the sisters الاخوات sobbed يعني كانت بتنتحب النحيب يعني البكا من غير او بأزيز او بصوت يعني كده ايه بس من غير ولولة ده معنى كلمة sob ينتحب معلينا. المهم ان الجملة عندك كلمة ايه بقى جنازة رقم ايه. رقم 23 بقول لك when I was a sales manager لما كنت مدير مبيعات I was awarded a prize طبعا جايزة لامتيازي في زيادة المبيعات عندك كلمة excellence رقم ايه طبعا معناها امتياز او تفوق. جملة رقم 24 there has been a breakthrough in communication في طبعا تقدم عظيم كلمة breakthrough تقدم عظيم in communication since وراها possible الماضي بسيط والجملة عندك بسيط طبعا من ساعة the internet was invented رقم ايه من ساعة ما اكتشفت. جملة رقم 25 the car العربية دي well it no longer breaks down دلوقتي خلاص لم تعد تعطل العربية دلوقتي ما بتعطلش طبعا ليه لان اكيد هي اتصلحت بشكل كويس استنتاج في الماضي وانت متأكد ان الحدث تم والجملة عندك كان passive يبقى الصح بتاعنا must have been repaired رقم بي طبعا. الجملة رقم 27 I was doing my homework while dinner هنا عندك في الجملة كلمة while والجملة حدثين كانوا بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت كنت بعمل واجباتي وكان الاكل بيتطبخ او بيتحضر يبقى عندك was being prepared رقم دي طبعا بس في الماضي المستمر. جملة رقم 29 I felt worried as soon as the plane take off ما جيش في الباسيف take off تقلع الطائرة فعل من افعال ما تجيش في الباسيف عندك كمان take off رقم ايه او رطيعة طبعا هاد take لو كانت موجودة كنا اخترناها ما جابهاش قدامك. جملة رقم 31 the patient thoroughly تماما before the serious operation قبل العملية الجراحية الخطيرة العيان ده ماله العيان ده كان لازم يتم فحصه طبعا بشكل دقيق عندك had to الماضي من كده must طبعا او have to فطبعا كان يجب ان هو يفحص بشكل جيد عندك had to be examined رقم بي. جملة رقم 32 what upsetting news يعني لها من اخبار مزعجة او طبعا تضايق طبعا my friend's car عربية طبعا صاحب مالها سرقت او اتلفت يبقى عندك has been damaged رقم دي. جملة مضارعة تام عشان ده خبر عشان ده حدث جديد حدث طازة له اثر اكيد الحزن اللي انت فيه كمان ما حددناش وقت حدوث الفعل يبقى الجملة زي اتفقنا معاك هتبقى present perfect مضارع تام. جملة رقم 33 most of the novels by نجيب محفوظ are still read جملة جماعة عندك مكتوب فيها are still read لسه بتقرأ جملة كده فيها verb ما ينفعش تحط فعلين لفاعل واحد من غير ما تربط احنا اتفقنا على الكلام ده يبقى انت عندك كلمه written رقم بي اصلها طبعا which were written ساعتها كده. جمله رقم 34 was the manager said in the meeting الكلام اللي المدير قاله في الاجتماع لم يكن متوقع حدث اول متوقعناش حدث ثاني الكلام اتقال يبقى عندك هادن بين اكسبكتد رقم دي حدث اول ما يتم والجمله عندك باسف طبعا. جمله رقم 37 because this medicine has the potential to be poisonous الدواء ده في امكانيه او في احتمال ان يكون سام لازم يتاخد بروشته الطبيب فقط عندك must be used انا رقم بي يمكن لابد ان هو يبقى يستخدم الكلمه عندك في الجمله كانت prescription طبعا معناها روشته. الجمله رقم 38 Egyptian cotton clothes الملابس
طبعا بتاعت القطن المصريه تباع في كل العالم. جم عندك بس في مضارع بسيط عندك ار سولد رقم ايه. جم رقم 41 اي ان ايميل فروم ذا كومباني ايفري تايم ذا مانجر اسكس مي تو اندرتيك ا نيو ديوتي. كل مره المدير بيطلب مني اتولى كلمه اندرتيك اتولى مسؤوليه طبعا او انفذ يعني ديوتي جديد. انا ايه بقى؟ انا بيتبعت لي ايميل فروم خلي بالك فروم من الشركه يبقى عندك ام سنت رقم دي. جم رقم 44 بيسالك مين في دول صح. الجمله عندك رقم واحد ما ينفعش كانت ريفايز اكسرسايز ما رجعش نفسه طبعا فالجمله رقم واحد تخليها باسف وكمان ماضي. جمله رقم بي عندك ما تنفعش انك كاتبها كانت بي ريفايزنج ما تنفعش طبعا. جمله رقم سي دي واحده من الحاجات اللي انا كاتبها لك على السبوره وكاتب لك جنبها بالعربي قلت لك مش انجليزي مفيش في الانجليش mustn't have revised الصح بتاعنا رقم دي معنى الجمله دي اكسرسايز كانت هاف بين ريفايزد ولا التدريب ده مستحيل يكون تراجع كويس لان هو full of mistakes مليان اخطاء. جمله رقم 45 مين فضول صح. اول واحده عندك غلط ليه بقى؟ لان يوف اللي يو هاف ما حطش الابوستروفي بتاعت الاتش اللي هو حذفها. رقم بي طبعا صح انت موجود عندك. رقم سي حاطط هو او بدا بحرف اليو طبعا او اليو كابيتال او عملها سمول ما تنفعش. عندك في رقم دي ما حطش فلسطوف في الاخر يبقى عندك رقم بي هي الصح طبعا. ماشي الجمله عندك بعد كده رقم 46 بيقول لك اسمع بقى بتاعن which of the following sentences can complete this part of an essay about the merits خد بالك من الكلام عن المرس المزايا and demerits وعن العيوب خد بالك انت of technology وبتكلم هنا قدامك اخواننا بيتكلم عن عايز حاجه يكمل بقى الباراجراف اللي عندك ويحكي عن المزايا والعيوب. فعندك رقم بي بيقول لي بقى عندك هنا طبعا on the other hand على الجانب الاخر كل الكلام اللي مكتوب عندك ده عباره عن مزايا انا كده عايز بقى العيوب على الجانب الاخر طبعا سعادتك ايه بقى؟ It has the potential to waste our time and make us lazy. في احتمال الانترنت يخلينا طبعا يضيع وقتنا ويخلينا كسلانين. اول اختيار انا ما اختارهوش ليه؟ لانه كتب in short باختصار we all agree كلنا موافقين the technology has no downsides ان التكنولوجيا ما لهاش عيوب to consider نفكر فيها او نعتبرها. طبعا ما ينفعش ده كده يعتبر ميزه مش عيب انا عايز بقى جزء العيب. في رقم سي moreover علاوه على الكلام ده it can save our time and effort الجمله ده يا جماعه ما ينفعش دي جمله ميزه برده مش جمله عيب انا عايز جمله عيب. in conclusion ختاما I see we have better avoid من احسن احنا نتجنب using technology دي ما تنفعش اصلا دي مش ماشيه مع كامل اللي فوق ده كان الصح انا ترى ايه رقم بي. هنا في رقم 47 بيسالك what mustn't be included in a CV اللي ما ينفعش يتحط في السي في طبعا الرقم دي سعادتك هنا personal information يا اخوانا personal information معلومات شخصيه يعني سعادتك ما تحكيش عن حياتك الشخصيه بمعنى اصح عندك كم اخ عندك كم كذا تحب الباميه سعادتك في البريم ولا تحبها بره ده كلام ليك انت لكن طبعا ده ما يتكلمش في الايه في السي في. صفحه 22 الترجمه رقم 49 كاتب في سوق العمل لم تعد الخبره وحدها العامل الاساسي الذي يضعه اصحاب الاعمال في الاعتبار هناك مهارات العمل التي لا تقل اهميه. اول واحده عندك هنا كتب ايه بقى؟ كتب اكسبيرمنت الون ما ينفعش اكسبيرمنت دي ما تنفعش معنى خبره دي بره الليله. رقم بي صح طبعا. رقم سي غلط بقى ليه برضو لانه كتب عن اكسبيرينس الون از ستيل غلط هو كاتب لم تعد هو كده كاتبها لسه تعد فما تنفعش. عندك في رقم دي كاتب عندك طبعا is no longer the main factor that employees غلط employees فدي معنى employers اصحاب الاعمال فطبعا رقم بي الصح بتاعنا. اول امتحان عندك بتاع نجوى امتحان 12 جمله رقم واحد بتقول the new bluetooth speakers السماعات البلوتوث الجديده where طبعا mass produced انتجت بالجمله بعد طبعا a huge demand for them بعد طلب ضخم عليهم was received ما تم استقباله عندنا mass produced رقم ايه طبعا انتج بالجمله. جمله رقم اتنين he was scolded قلنا scolded معنى يعنف او يهزأ بالبلدي كده فطبعا هو بالبلدي انا اسف يعني هو تهزأ for not completing the tasks on time انه ما كملش حاجاته في ميعادها. جمله رقم ثلاثه my parents couldn't reach me as I had forgotten to والدي ما عرفوش يوصلوا لي لان انا كنت طبعا يبقى نسيت افتح الموبايل بتاعي طبعا عندك هنا سويتش اون رقم بي يفتح موبايله شغال يعني. في رقم اربعه عندك the company sent us a survey شركه بعت سيرفي مسح استطلاع طبعا تو عشان خاطر اسس نقيم our mental state حالتنا العقليه. في رقم خمسه the assistant addressed the meeting attendees in an angry tone معنى الجمله خاطب
السادة الحضور في الاجتماع بلغة طبعا او بنبر صوت غاضبة، يبقى ساعات طبعا احنا بنسميه احنا المساعد الاداري، عندك كلمة administrative رقم C طبعا صفة administrative assistant المساعد الاداري. في رقم 46 the port of Trieste in Italy، المينة بتاع تريستا كده في ايطاليا او تريستا كلمة طبعا ايطالي in Italy is quite picturesque. قلنا picturesque معناها رائع، معناها تحفة، حاجة كده سعادتك فخيمة بمعنى صح. في رقم 47 Jane was raised، ربيت، raised بمعنى يربي. إن شاء الله في فيديو قادم هيتحط لك كمان مرة عن الفرق بين raise rise rise arouse، لعل وعسى سعادتك ما تغلطش بها تاني إن شاء الله. عندنا كلمة raised رقم 6. جمع رقم 8 there seems to be، يبدو طبعا ان سعادتك no historical evidence، ما فيش طبعا دليل تاريخي for most of the legends لمعظم الاساطير about king arthur، عن طبعا king a arthur سعادتك. رقم 9 to the plans as they were closing the gate، هل سعادتك the plane الطيارة وهم كانوا بيقفلوا في الابواب، هو انت كنت بتجري؟ ده سؤال يا جماعه، ده سؤال. يو في الاول في رقم بي غلط، هاف يو ران ما ينفعش، هاف يو ران الجمله حتى انا ماضي، وطبعا ما ينفعش هاد يو ران الجمله اصلا مش حدث قبل حدث، لا ده حدثين كانوا بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت. في رقم 10 عندك ميني وودن بي سربرايزد، ناس كتيره مش هتستغرب طبعا، بيقول ات هير سكسس في نجاحها اف زي هاد سين هير از ا ستودنت، ما هو الناس لو شافوها وهي طالبة أكيد ما كانش عمرها يستغربوا من نجاحها دلوقتي في الحياة، يعني she was يعني كانت طبعا student you'd ever seen كده، مقارنة بين واحد ومجموعة تبقى عندك the best behaved أكتر واحدة يعني مؤدبة، مقارنة بين واحد عندك ومجموعة. جمع رقم 11 don't، وطبعا هنا don't worry about your husband، بيقول لها ما تقلقش خالص على جوزك. after the surgery بعد الجراحة إن شاء الله the nurse الممرضة هتبقى بتراقبه طبعا constantly باستمرار، عندك هنا طبعا will be monitoring رقم B هتكون بتراقبه أو إيه بتتابعه معنا صح، حدث يبقى شغال في وقت معين في المستقبل. الجمعة رقم 12 I will طبعا down the address for you، أنا هخلي جيريمي تكتب لك طبعا التقرير عندك will have جيريمي رايت، هنا هبنا طبعا يجعل رقم بي، ما تنفعش ما ينفعش بعد كلمة تحط كلمة got، المفروض تخليها will get ورايتنج تبقى تو رايت. وفي رقم سي نفس الكلام، في رقم دي عملها ريتن طبعا ما تنفعش. جمع رقم 14 عندنا طبعا there were opportunities، كان في طبعا فرص to share my concerns، opportunities فرص كلمة جامعة، جيش معها ماتش اني ما تجيش في الإثبات، قالت ما تجيش مع الجامع يبقى صح تاني كلمة فيو عندنا طبعا أول اختيار ماشي. في القطعة عندك الفكرة، عندك سؤال رقم 17 بيسأل الجملة اللي هتلخصك الفقرة رقم، طبعا هي رقم سي Joe did not want to move house، صاحبنا ما كانش عنده رغبة ان هو يعزل من البيت بتاعه. في الجملة رقم 18 ولك طبعا هنا the central idea الفكرة الرئيسية of the story القصة اللي كاتبها، طبعا عندك رقم سي things may not be as bad as the first seem، ان الامور مش هتبقى طبعا سيئة كما تبدو، يعني الانطباع الاول لا يدوم بمعنى اصح. يعني عندك في الصفحة الثانية الجملة رقم 25 بقول لك طبعا هنا the main idea الفكرة الرئيسية of the best طبعا القطع is إيه، طبعا إن الكوفي is a popular drink مشروب طبعا له شعبية جامدة جدا، and the coffee houses serve a special purpose طبعا، وإن الأماكن طبعا بتاعت القهوة دي بتأدي غرض معين وغرض محدد. يعني في رقم 26 مين في دول سعادتك best paraphrases بيشرح لك طبعا ال second paragraph عندك رقم دي how we came to discover coffee، إحنا إزاي وصلنا لما يسمى اكتشاف القهوة. في رقم 27 بيسألك هنا الكلمة اللي تحل محل كلمة frequent، طبعا سعادتك هنا عندك places تحل محلها مش visit يا اخوانا، لا هتبقى عندك كلمة often عندك رقم ايه، طبعا frequent عندك هنا كلمة often رقم ايه، طبعا معنى ايه معنى بانتظام او غالبا. يعني جمع رقم 28 بيسألك كلمة resemble، resemble بمعنى يشبه، عندك في رقم 28 كلمة resemble دي معنى يشبه طبعا، تبقى عندك be similar to رقم دي. في رقم 29 بيقول طبعا 29 بيقول طبعا مين في الفولوينج از ترو اكوردنج تو ذا تكست، مين في دول صح حسب التكست، طبعا ان اول كوفي هاوس اول مكان كان بيبيع قهوه طبعا ده ووز استابليش طبعا اقيم ان كونستانتين بول طبعا في هذا المكان. عندنا في رقم 31 طبعا ميني بيبول بيجين، ناس كده بتبدا ذا مورنينج ويز كوفي مع القهوه طبعا ليه، عشان هي بتفوقهم بيكوز ات ويكس ديم اب، ساعتك رقم ايه بتصحصحهم باللغه بتاعتنا. في رقم 32 the continued popularity of coffee suggested that الشعبيه المتزايده طبعا للقهوه وللبن ده بتقترح طبعا ايه ان الكوفي از لايكلي تو ريمين بوبولار،
ده معناه ان الحضيض ده طبعا ليها شعبيه، بيقول لك ان ذا نيد فيوتشر في المستقبل القريب. طبعا كان اول اختيار. في 35 بيقول لك ريجولارلي ايفالويتنج. اسمع سيدي، بيقول لك هنا الايه؟ التقييم المستمر ريجولارلي باستمرار. نيو ورك هابتس لعادات العمل الجديده is necessary حاجه ضروريه in order to know how successful the impact has been، عشان نعرف العادات دي تاثيرها ناجح قد ايه. This could be part of an article about، دي ممكن يكون مقاله تحكي عن ايه؟ طبعا سعادتك عن الافكتيفنس، عن طبعا الفاعليه طبعا of innovative work techniques لاساليب العمل المبتكره. طبعا الرقم دي، الرقم دي اللي صح. طبعا احنا بنقيم كل شويه عشان نعرف الحاجات اللي احنا بنعملها نتيجتها عامله ايه. انا في رقم 36 بيسالك طبعا هنا which of these transitions is to show two events happening at the same time، مين فضل بيبين ان في حدثين بيحصلوا في نفس الوقت. انت رقم سي كلمه مين واير في هذه الاثناء، عند رقم سي طبعا ده الصح بتاعنا. في رقم 37 الترجمه بتاعتنا اول جمله لا يساعدك السفر في تخفيف الارهاق فحسب بل يزيد من تسامحك في الاختلافات الثقافيه. هنا الترجمه عندك بقى، بص كاتب عندك بتقول لي does travel help lower يقلل your stress التوتر بتاعك، هو طبعا كاتبها الارهاق، الارهاق دي غلط. في رقم بي لا يساعدك السفر في تخفيف التوتر، في كلمه فحسب لان كلمه not only مش بس، وهبقى انت ما كتبهاش. في رقم دي كاتب عندك بل يزيد من تسامحك وما كملش بقيه اختلافات ثقافيه، يبقى عندك رقم سي الصح بتاعنا. ترجمه رقم 39 يجب على المرء الا يسرف في تناول الاطعمه الغنيه بالدهون لانها تزيد من خطر الاصابه بالنوبات القلبيه. اول واحده a person must have a lot of foods، وكده طبعا ما شاء الله كتب العكس كده، قال لك تاكل يعني فده ما ينفعش. رقم بي كتب one must not eat too more high fat foods as it raises، لان طبعا بتزود او بترفع the risk of ايه بقى؟ of heart attacks. الجمله انت هنا غلط، انه كتب في الجمله يا سيدنا كتب الا يسرف، فيسرف هنا ما كتبهاش. حلو كده. في رقم سي a person should not eat too much high fatting foods، طبعا لا اسمها high fat مش high fat طبعا. فعندك رقم دي هي الصح بتاعنا. الامتحان عندك في رقم 26 نجمة رقم 13. عندك في رقم 3 بيقول ذا تيشر طبعا اسكت هير ستودنتس المس طبعا من الطلبه بتاعتها ان هم انميوت هير مايكروفون اند انسر ذا كويشن، طبعا ان الطالب مش طلاب طبعا انميوت انها تشغل صوت التليفون المايك بتاعها عشان تجاوب السؤال. في رقم 4 شي سنت مي ان انفيتيشن، بعت طبعا دعوه تو هير بيرثدي بارتي بات اي هاد تو، اضطريت طبعا ان اعمل ايه بيكوز اي هاف ان اكزام تومورو، عندي امتحان بكره فطبعا انا ما قبلتش الدعوه، يبقى عندك كلمه ديكلاين رقم ايه. في رقم 5 as of 2019 في السنه طبعا اومن كان بي الكتد، طبعا صاحبتنا انتخبت as a town counselor كعضو في مجلس الايه المدينه، عضو مجلس. احنا قلنا كلمه counselor عندك اول اختيار. في 6 yesterday while cleaning my room، امبارح طبعا وانا بنضف اوضتي I came across، come across يجد بالصدفه، لقيت بالصدفه طبعا some of my old toys بعض اللعب القديمه بتاعتي. في رقم 7 I fell down and hurt my knee، طبعا وقعت انا وكمان عورت رجليا so now I have to get it bandaged، يعني محطوط عليها ايه الشاش والقطن بتاعها ملفوفه بمعنى اصح. يعني عندنا طبعا هنا كلمه it عايد على my knee ركبتي، طبعا حصلت على شيء معمول، يبقى عندك تصريف ايه ثالث. جمله رقم 38 dedicating your life لسعادتك تخصص حياتك تكرسها to a noble cause الى قضيه شريفه او نبيله is one of the most honorable things من الاشياء honorable سعادتك الاشياء الشريفه او الامينه طبعا او المبجله you can do سعادتك تقدر تعملها. في رقم 10 we named her احنا سميناها طبعا ايه after her aunt طبعا على اسم خالتها، بيقولها طبعا who was always smiling طبعا سميناها most cheerful سعادتك. رقم سي طبعا هنا معنى ايه بقى؟ ان هي very cheerful طبعا سعادتك، هنا مش مقارنه بواحد مجموعه لكن طبعا ايه عملناها most معنى very، خلي بالك. جمله رقم 11 I prefer sitting by the window، بحب انا طبعا اقعد جنب الشباك seats with me تسمح نبدل الاماكن مع بعض، يبقى عندك طبعا will you swap رقم ايه جمله الطلب. جمله رقم 12 طبعا did you انت عايز فعل في المصدر got ما ينفعش had ما ينفعش got ما ينفعش، فعندنا طبعا اكيد هتبقى have a doctor examine رقم بي. جمله رقم 13 these letters in need، الجوابات دي طبعا محتاجه طبعا انها تتمضى،
لما نجيب مفعول قدام قبل كلمه نيد هتجيب يا اما تو بي المصدر يا اما اي ان جي. طبعا في الخطابات دي محتاجه تتوقع، يبقى تو بي سايند اخر اختيار، يا اما سايننج طبعا ما حطهاش عندك. جمله رقم 14 وي دونت هاف تايم، هنا تايم جاي طبعا بمعنى وقت، يبقى كلمه انكاونتبل ما ينفعش افري عشان افري عايز وراها اسم مفرد دو جمع طبعا، من ما تجيش مع الانكاونتبل سم ما تجيش في النافع، يبقى بس عندك ماتش رقم سي. جمله رقم 15 سينس جون واز اوريدي ليت فور ذا ترين، صاحبنا بالفعل اتاخر على القطر بتاعه. اي سجستد باينج تيكت فروم ذا انسبكتور اون بورد، طبعا سجست عندك ولا منها اي ان جي عندك ده ما حطاش اي حاجه معاه. في رقم 16 بليز كود يو تيل مي ذا نيمز اوف بيبل، بيبل كلمه جمع، بيبل كلمه جمع، مش هتاخد كلمه ذس ولا كلمه ذات، الاولى والاخيره غلط. وجات في الجمله اوفر ذير اللي هناك دول، طبعا كده هما بعيد، يبقى عندك كلمه ذوز اول اختيار. الصفحه الثانيه ساعتك الكتب بتاعتنا صفحه 27 the central idea of the story طبعا is a overcoming the fear of socializing، طبعا ساعتك نتغلب على الخوف انك تبقى تنخلط اجتماعيا مع الناس. في رقم 20 which of these activities مين في دول ساعتك is stated مذكور to be affected by Harris fear، مين في دول اتأثر من خوف صاحبنا؟ طبعا جروسري شوبينج التسوق بتاعه من محل البقاله السوبر ماركت يعني. في رقم 22 بيسالك طبعا هنا كلمه ويرلي طبعا معناها كيرفلي، عندك طبعا الرقم دي بمعنى بحرص، حتى في كلمه اسمها بي اوير عارفها انت، خليك ايه واي او حريص او مصحصح. اربعه عندك 20 ها وود جيتين اوفر هيز فير بنفيت، هاري ازاي الراجل ده لما يتغلب على الخوف بتاعه حاجه هتفيده؟ طبعا رقم بي هي وود بي ايبل تو هاف ا بيتر سوشيال لايف، هيبقى عندك حياه اجتماعيه افضل ساعتك طبعا رقم بي. صفحه عندك طبعا صفحه 28 الجمله رقم 25 بيسالك طبعا مين في دول صح حسب التكست اللي قدامك؟ رقم سي كالتشر فيستيفالز، المهرجانات الثقافيه فاري اكيد طبعا بتتنوع ديبيندينج اون ذا لوكيشن حسب الموقع بتاعها، كل بلد وعندها الثقافه بتاعتها. في رقم 16 عندك هنا طبعا مين في دول بس سمرايزز يلخص لك طبعا السكند باراجراف الفقره الثانيه اللي هو هاو ذا ريو كارنيفال كم او كيم طبعا تو بي، هو جه ازاي المهرجان بتاع طبعا ريو دي جانيرو. طبعا عندك في رقم في رقم 28 ذا ريو كارنيفال تيكس بليس، المهرجان طبعا ده بيقام امتى؟ وانس مره طبعا كل سنه عندك افري يير. رقم سي في رقم 30 حسب التكست ليه الفيزيتور ربما تو ذا كارنيفال فيل اوفرويلمد، الراجل يحس طبعا اوفرويلمد عشان طبعا في زوار كتيره ليدنج تو هيوج كراودز، طبعا زحمه بقى وهيصه وما شابه حاجه هتخليك طبعا منهمك جدا في الاحداث. ذا بيربز اوف ذا لاست باراجراف عندك 31 الفقره الاخيره غرضها ايه؟ ان انت لازم تروح المهرجان ده انت تو بيرسويد ريدرز يقنع طبعا القراء تو فيزيت ذا كارنيفال يزوروا هذا المكان. في رقم عندك 33 طبعا ويتش سنتنس طبعا مين في دول مكتوبه صح؟ اول واحده عندنا غلط، ليه بقى؟ when we go shopping I will buy fruits vegetables، في المفروض كما بعد كلمه شوبينج ما حطهاش عشان كده غلط. بي غلط ليه؟ هقول لحضرتك لانه كتب كما بعد كلمه and herbs وحط كمان كما قبل and ما ينفعوش. في رقم سي غلط ليه برضو؟ لانه المفروض يحط and اللي بعد fruits غلط، احنا نحط and قدام اخر اوبشن او اخر ايتم في الليسته بتاعتك، فرقم دي طبعا هي عندك الصح بتاعنا. ف 34 عايز الجمله السليمه باي 2022، على ان يعني التاريخ ده كانه لسه ما جاش، يعني لما تيجي 2022 يعني عمر هيكون بدا طبعا وظيفته الجديده او مشروع جديد طبعا، يبقى عندك ويل هاف ستارتد عندك رقم بي مستقبل تام. الجمله رقم 35 بقول لك هنا ثرو هيز ستادي عن طريق مذاكرته او طريق مذاكرتنا وي ور ايبل تو اوبزرف، احنا قدرنا او طبعا الايه او الدراسه بتاعتنا قدرنا نلاحظ ذات وركينج فروم هوم ان العمل من البيت has significantly بشكل كبير affected أثر على productivity levels مستويات الإنتاجية. This could be part of an article about دي ممكن تبقى مقالة عن إيه؟ The effects of working from home. عن تأثير طبعا إيه ساعتك العمل من البيت بس كده. عندك في رقم 37 ترجمة عندك governments should promote places of cultural interest. الحكومات لازم تشجع أو تروج أماكن الاهتمام الثقافي اللاندماركس والعلامات طبعا البارزة to boost عشان طبعا ساعتك تدفع أو تنشط توريزم السياحة. إيه طبعا الصح؟ رقم بي الغلط ليه؟ لأن كاتب الأماكن التي لا تتميز، ما إزاي يعني حتى عربي ما تمشيش خالص يعني. رقم سي كتب عندك هنا للأماكن ذات أهمية ثقافية فقط، هنا في حاجة ما كتبهاش كلمة لاندماركس ما كتبهاش المعالم. في رقم بي كتب يجب ألا تروج، طبعا لا الجملة عندك تروج. رقم 39 عادة ما يعرف المجتمع الناجح بأنه كسب كثير من المال،
لكن مفهوم النجاح له معنى أعمق من ذلك ويختلف من شخص لآخر. أول حاجة عندك كاتب social ما ينفعش، هو كاتب المجتمع بيعرف النجاح، فطبعا دي ما ينفعش خالص. social دي صفة ما جيش معنا في دخلها society. رقم بي بدأ عندك فعلا طبعا كلمة society usually define success as making a lot of money. However, the concept of success has a deeper meaning than that and it's thought differently from one person to the next. لا person دي مش موجودة عندك، أو ثانية واحدة كاتب عندك thought طبعا differently، كلمة thought دي ما تنفعش غلط عندك خلي بالك. بعد كده عندك في رقم سي طبعا الصح، في رقم دي كتب عندك refines. refine دي معناها يعمل حاجة بنسميها تكرار. كده اليوم التامن يا جماعة رجعنا كله، جزء كان في الأول احنا مرجعين معك في القاعة الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله في بكرة بإذن الله هينزل لك الفيديو بتاع يونت 9 إن شاء الله بإذن الله. شد حيلكم وشد ربنا معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.